لسه مكملين معاكم فقراتنا، ومن ايام قليله رحل عن عالمنا فنان الكاريكاتير احمد ابراهيم حجازي، المعروف بحجازي او المعروف بفنان الحاره المصريه. النهارده هيكلمنا اكتر عن حياته وعن اعماله الرسام وفنان الكاريكاتير عمرو سليم، رسام بجريده الشروق. صباح الخير. صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازيك يا استاذي؟ صباح الفل، وحشتنا جدا. ربنا يخليك. مفتقدينك بقالنا فتره طويله. وانت كمان. ازاي ازاي صباح الفل. استاذ عمرو، الله يرحمه حجازي، اللي انا عارفه ان هو ليه مقوله كده: انا كنت جاي القاهره عشان اكل عيش واشرب سجاير، وفي الاخر عارف ياكل عيش في مجال الصحافه، وفتره وقعد وعمل شغل جميل وفظيع، طبعا حاجه مميزه، حاجه مختلفه عن كثير من الكاريكاتير، وفجاه رجع تاني طنطا. هو عشان نقول نرجع لحجازي، حجازي اتولد سنة 41. هو ابن من 11 من 11 ابن لسائق قطار، وهو ده فرق معاه قوي ان هو يركب مع والده القطر دايما في الرحلات من طنطا للقاهرة ومن القاهرة لطنطا، ويتأمل الوشوش بتاعت الناس المختلفة في المحطات اللي بتطلع واللي بتنزل، والمساحات اللي بيشوفها من شباك القطر. ده علمه الصمت أكتر من الكلام بكتير، وعلمه التأمل أكتر من الكلام بكتير. وهو قال بعد كده أن الصمت ده واخدها عن والده، يعني والده ما بيتكلمش كتير، وهو برضه ما بيتكلمش كتير، وبرضه ما بيحبش يتصور كتير، وبرضه أقل الرسامين اعتناء بأنه هو بيرسم الرسمة وخلاص. يعني صعب جدا نلاقي له أصول لي بيرسم الرسمة في المجلة، وبعد ما بتنزل ما بيهتمش أنه هو ياخدها تاني، أدت مهمتها وخلاص. من سنة كام لغاية سنة كام بيرسم؟ بعد 50 سنة يرسم. بدايته من ساعة صدور مجلة صباح الخير، بعدها بحوالي فترة قليلة قوي نزل مصر، ومعاه رسومات بورتريهات لمصطفى كامل واحمد عرابي. قابل المشرف الفني الاستاذ حسن فؤاد وقتها الله يرحمه، قال له الشغل كويس بس احنا مش عايزين ده، احنا دلوقتي عايزين كاريكاتير. رجع وبدا يفكر كاريكاتير، وجاب لهم بعد كده كاريكاتير بعدها تاني يوم. اتفاجئوا بيه وقالوا انت موهوب، وقرروا فورا ان هو يشتغل معاه. بدا في صباح الخير، في مجله صباح الخير، وبعد صباح الخير في مجله صباح الخير روزا اليوسف، بدأ في الاثنين دول. قعد فترة حوالي 3 أشهر بس في جريدة الأخبار، انتهت بأنه هو مصطفى أمين كان هو داخل، لقى مصطفى أمين بيضحك جدا وشكله هيسخسخ من الضحك وهيقع. قال له تعال عايز أقول لك حاجة. قال له إيه؟ قال له عندي فكرة حلوة قوي تعملها عن ملك الأردن أو ملك عربي، ترسمه فوق جمل وتكتب خبت الأمل ركبة جمل. وقعد يضحك أو قال له عملها، إقرأي كويس روح عملها. قال له حاضر، وخد بعضه ونزل ومشي وما رجعش تاني. ده يدل إن هو ما بيحبش حد يفكر له، بيحب هو أفكاره تكون من دماغه هو. في الأخبار وأخبار اليوم هم واخدين دايما إن هم في ناس بتفكر للرسام، هو حس إن دي الطريقة دي ما تمشيش معاه ومشي. اشتغل بالتالي في صباح الخير روزا اليوسف 3 أشهر بس في جريدة الأخبار، رسم أغلفة مجلة اليسار اللي كانت بتصدر عن حزب التجمع، اشتغل في صحف المعارضة زي جريدة الأهالي، الموقف العربي، جريدة صوت العرب، الحاجات دي. لكن عايز أقول إن رسوماته أصبح ملهاش مكان أو ملهاش وطن، بمعنى وطن، إن رسوماته كل محبينه كان بيتنقلوها من هنا لهنا لهنا. فممكن تفتح أي مطبوعة دلوقتي تشوف حجازي، ممكن تشوف رسوماته القديمة تحس إنها مرسومة لدلوقتي فعلا. شغله أنا عن نفسي تلمست على شغله. عشان كده عمرو أنا بسألك، هو وقف إمتى؟ يعني عشان أنا قلت إن هو رجع طنطا وقال لك أنا مش عايز أفتح. هو قعد 50 سنة يشتغل، توقف من حوالي بالظبط 20 سنة. قرر بعدها وما تسأل هو ليه بطل، قال ان هو بطل لانه حس ان هو بيكرر رسوماته تاني. قال قعدت 50 سنة ارسم، اتفاجئت ان انا بعيد الرسومات تاني. يعني راجل عدى عليه 3 رؤساء، اتفاجئ ان ما فيش حاجة اتغيرت. بقاله 50 سنة بيرسم عن الفساد، بيرسم عن الوسايط،
بيرسم عن الإهمال، بيرسم عن التسيب، عن فساد الوزراء، عن كل شيء. واحد يعني الجيل ده بالذات أنا بحترمه جدا، جيل الستينات اللي هو صلاح جاهين، بهجت حجازي، رجائي ونيس، محي لبدل يرحمه، وبهجت عثمان، دول كلهم في رأيي مروا بظروف مرعبة جدا تهد أي حد. يعني فرحتهم جدا بالثورة، ثورة 52، النكسة في 67، معاهدة كامب ديفيد 78، اللي بعدها صدر أمر شفوي بأن أي حد ضد المعاهدة ما يرسمش، فبدأ يقل شغلهم ويطلع رسامين درجة تانية هم اللي يرسموا ويحتلوا مكانهم ويتعرض الكاريكاتير للنكسة بعدها، مرورا بمبارك وفترته السوداء المنيلة بنيلة اللي قعدت 30 سنة وهبطتنا كلنا. كل ده شيء طبيعي ان يحبط الواحد طبعا، واحد خيبه امل، احبط خيبه امل فعلا، واحد بيخبط دماغه في الحته 30 سنه يعني. طب وبعد ما قرر، بس اعتقد هنشوف صور الاول علقلنا عليها بقى الفنان، راهن على الطفوله، راهن ان المستقبل للاطفال. نعم، زيه زي بهجه عثمان للجيل الجديد، للجيل الجديد. بدا بيرسم لاطفاله بس من 20 سنه ومستمر. دي اما نشوفها دلوقتي نحس ان هي مرسومه لدلوقتي، رغم ان دي نزلت مثلا ممكن تكون في روزا اليوسف او صباح الخير او الاهالي، يعني الثمانينات السبعينات الحكومه كانت عامله لكل حزب رمز، لان الديمقراطيه اللي عندنا ديمقراطيه رمزيه، وده فعلا ديمقراطيه رمزيه يعني بالكلام حتى دلوقتي، يعني عملنا ثوره، ثوره موجوده لكن ديمقراطيه رمزيه حتى هذه اللحظه. نعم، يعني السلطه بتتبدل بسلطه اخرى. حاسس انه مش محتاج يقرر نفسه بالظبط الفساد. دي برضو كأنها دلوقتي، اطمنوا دلوقتي الفساد في قفص الاتهام وبنحكمه. انت بتتكلم في ان الرسمة دي بقالها قد ايه؟ دي بقالها برضو 30 سنة 40 سنة. لكن برضو لازم تبص الفساد بقاله قد ايه في مصر. لا انا قصدي الفساد برضو، يعني الموضوع ان الديل موجود في القفص وهو بره. بس دلوقتي الفرق بتدي رمز لل بس دلوقتي اتعكست عندنا، دلوقتي الديل هو اللي عمال يلعب في البلد كلها. والراس هي اللي جوه. والراس هي اللي طارت. تمام. العكس بس لازم نلاحظ برضو حلاوة الرسم، ان الفساد راسم شكل الفاسد ما تتعاطفش معاه، يعني تحس ان شكله ظريف شويه لكن الشنب، القرعة، التخن، الناس اللي قصاده تحس بالصدق فيهم في ملامحهم. نعم. ولو تلاحظ هو قسمهم لثلاث فئات، عارف الفساد دايما فيه عز. بالظبط، ايوه. العز واكل الوز. تلاقي الفلاح، العامل، الموظف او المواطن العادي. نعم. هو حريص جدا على ده. الناس اللي ورا دول اللي هم بيحاكموا شكلهم مش واضح قوي، لان المعركه الاصليه بين الفساد وبين الشعب. نعم. اللي هم بيمثلوا الفلاح والعامل والفرد العادي المواطن. طيب نشوف صوره تانية. سياده المخرجه ما تجيب لنا الصوره قدامنا يا استاذ المخرج. ده ايه بقى بيه؟ دي اقدر اقول لك ان دي نزلت غلاف لمجله اليسار. دي حكومه دوله ناميه، انا مش موافقه. انا مش موافقه على ايه؟ على ايه؟ انا مش موافقه على شروط. على شروطك. ايوه. وبيقول لها اسكتي يا مدمنه، يا اسكتي يا مدمنه، يا مدمنه. دي حقن الديون. ده برضه نفس اللي بيحصل دلوقتي. ما فيش اي تغيير. نعم. وبرضه الثوره قامت والثوره موجوده، وبرضه لسه الديون، ولسه بنطالب نقد صندوق النقد الدولي انه يسلفنا. صحيح صحيح. لكن بص الرسمه ازاي، وبص الضحكه اللي فيها تشفي وهو بيديها الحقنه. فعلا الديون حقنه فعلا. نشوف رسمه كمان عنده. هو خطوطه اللي هي بتتميز بالبساطه، بتتميز. نعم. بال بس استاذ عمرو، طب نشوف دي الاول وبعدين اتكلم. قول. دي اتنين قاعدين على الصوفة. واحد تخين، واحد تخين شكله سلطه. نعم. شكله من السلطه، والتاني شكله ان هو عادي. طريقتين للمكسب في مصر. نعم. هيلب يور سيلف، يعني تهلب وانت قاعد في البلد. ايوه. او تيك اواي، يعني تستلف من البنك وتهرب بره. دي واضحة تماما. وقول لي اما تشوف ده، قول لي لو هو دلوقتي في عصرنا هيرسم ايه ازيد. نعم. سبحان الله. المخرجة غادة على فكرة بتقول لك ان هو نفس الشخصية بتاعت الفساد، الصورة اللي فاتت هو شخصية الفساد عنده، الفساد اللي هو كان في السجن ده، الملامح دي ما يتعاطفش معاها، اللي هو القرع، التخن، الشنب. نعم. الغليظ. بس كان. نعم. كان بيكرر اشخاص معينين. لا يكرر، لا بطل عنده الفكرة لكن ما عندوش شخصية معينة. لكن انا ممكن اشوف واحد ما تعاطفش معاه عشان ما اعرفش عامل ازاي وقرعته عاملة ازاي وتخين،
اقول لا ده شكله اقطاعي. طيب الصوره اللي بعد كده ايه؟ اتنين وزراء. ايوه. آه لازم نلاحظ من الاول قبل ما نقرا التعليق تمام ان شكلهم عبيط وهبل. زي ما انت شايف. أطفال. وان الكرسي واسع عليهم. ايوه. زي ما انت شايف. ايوه. والمهم قوي في شغل حجازي ان احنا نبص الاول للرسم. نعم. لان هو عامل زي المخرج السينمائي اللي فاهم كويس قوي ازاي بيحرك شخصياته في الراكور. تمام. وازاي في اللوكيشن وازاي هو بيحط راكورات صح. الكراسي كراسي واسعة وهم صغيرين لدرجة رجلهم مش وصل الأرض. وبيقول فهمت في مرحلة الصحوة كنا بنصحى الصبح نروح الوزارة، لكن في مرحلة النهضة ننهض الصبح نروح الوزارة. يعني كانوا موظفين يعني. نعم. نعم. زي ما انت شايف كده. وبرضو قول لي ايه اللي اتغير دلوقتي. نفسها يعني دي لو شفتها الصبح في جورنان. هو كان عنده حق على فكرة ان هو ما فيش حاجة اتغيرت. ما فيش اي حاجة اتغيرت. قال لك انا هكرر نفسي تاني. نفس المشاكل. طب هو في كل الصور اللي شفناها استخدم التعليق، مش كل الرسامين الكاريكاتير بيستخدموا الرسمه والتعليق. بالزبط. في حد ممكن يوصل فكرته بدون اي كلام مكتوب فعلا على الصوره. صح. اهميه بقى يعني بعيد عن حجازي الاول، اهميه التعليق ايه في الكاريكاتير؟ لازم الاول نعرف ان عدم التعليق يعني اما ترسمي رسمه ملهاش تعليق دي بتحلها انها تكون اكتر تتناقل في دول العالم كله. لان الحاجز بيننا وبينهم اللغه. زي ما انت تشوفي تعليق باللغه الانجليزي تقولي لا انا مش فاهماه ما يهمنيش، لكن لو لقيتيها بدون تعليق ممكن تفكري شويه، ممكن تكون القضيه عامه اكتر. لكن لو انت بتتكلمي في شان محلي انا متهيألي لا غنى عن التعليق. لكن في النهايه ما نقدرش نقول في رسام يعني فئه اولى بيرسم بدون تعليق ورسام فئه تانية بيرسم بتعليق. لا، الرسام دايما كل يوم الصبح عنده فكرة وعنده رسالة وعنده فكرة لازم يوصلها بأي طريقة. تعليق أو مش بدون تعليق، لا، البطولة هنا إن الرسمة توصل لأكبر قطاع من الناس. يعني يا فرحتها ما أنا أعمل نفسي يعني فتك أو أعملها بدون تعليق وما توصلش الفكرة. صحيح. والناس يقولوا مش فاهمينها. طيب. لكن ذكاؤه موهبته الفكرة توصل لأكبر قطاع ممكن. الرسالة توصل.